الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه هداه اهلا بحضراتكم في دوره التدبر تدبر القران أنا الحقيقة مش عايز أضيع وقت كتير في مسألة حث الناس على تدبر القرآن والكلام عن أهمية تدبر القرآن لأن ده إحنا عملناه في دروس تانية كتيرة جدا ويمكن ده سبب اللي مخلي حضراتكم الآن جايين تحضروا دورة تدبر القرآن لكن عايز أبدأ بقصة صغيرة أوي ممكن بعضكم يكون سمعها مني قبل كده وهي قصة حقيقية حصلت في البلد اللي أنا جاي منها يعني آآ واحد بلدياتنا راح لطبيب انف واذن وحنجره قريبي الطبيب ده وقال له يا دكتور انا عندي مشكله في ودني وعندي الم شديد جدا في ودني فالدكتور كشف عليه فوجد ان عنده حاجه اسمها التهاب في الاذن الوسطى فاداله كورس انتيبيوتيك عباره عن كبسوله 500 ميلي جرام من المضاد الحيوي ياخدها كل ست ساعات الراجل الفلاح ده رجع للدكتور بعد يومين وقال له يا دكتور الالم شديد جدا ما تحسنش اطلاقا قال له معلش ما هو المضاد الحيوي بياخد حوالي اربع خمس ايام على ما يبدا يجيب نتيجه لو سمحت كمل وخد الدواء بتاعك قال له مش قادر اخد اكتر من كده يعني ايه مش قادر اخد اكتر من كده يا عم كمل وخد الدواء بتاعك يقول له مش قادر ابدا اخد اكتر من كده سبحان الله بيكشف عليه لقاه بيحط كبسوله انتي في ودنه كل ست ساعات طبعا انتوا بتضحكوا دلوقتي. السؤال هو الراجل كان بياخد الدواء بس الدواء ما جابش معاه نتيجه ليه؟ لانه كان بيستعمل الدواء غلط. طيب ايه بقى تاني في حياتنا عباره عن دواء؟ القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم في سوره الاسراء: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين" يعني في من القرآن شفاء ورحمه دواء للمؤمنين وايضا قال في سوره يونس يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين اذا القران شفاء بيشفي الصدور ويشفي القلوب من الـ الـ امراض القلوب الغل الحسد الكراهيه الملل الـ الـ الغضب الـ كل دي امراض طب ما احنا نعرف ناس حافظين القران كله والامراض موجوده واحنا عندنا امراض وبنقرا القران وما بتتحسنش طب القران ما بيشتغلش ليه يمكن احنا بناخد الدواء غلط ما بناخدوش بالطريقه الصحيحه هو دي بقى النقطه اذا واحد من حضراتكم جات له فرصه انه يطلع في برنامج من يريد ان يصبح مليونير و بيسألوا أسئلة في البرنامج ده والناس بتجاوب الأسئلة وكل ما تجاوب السؤال سؤال تزيد المبلغ بتاع الجايزة بتاعتك ولو جه سؤال صعب عندك ثلاث طرق تحل بيها مشكلتك منها إنك تتصل بصديق أو إنك تقول له يشيل 50% من الأجوبة ويخلي 50% ومش عارف إيه الحاجة الثالثة إذا كنت حضرتك في البرنامج ده وجالك السؤال ده ما هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يقرأ بدون فهم؟ لا تتصل بصديق ولا تقول له شيل 50% من الاجابات وشيل الحاجات دي لسؤال يكون اصعب من كده شويه للاسف الشديد الاجابه على هذا السؤال هي القران القران هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يقرا بدون فهم هذه هي الاضافه التي اضفناها احنا كمسلمين للقران الكريم خليناه بيقرا بدون فهم هنيجي يوم القيامه نقول يا رب كنا بنقرا كتابك بدون فهم ده 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 هل هذا احترام؟ هل هذا هو قدر الله عندنا؟ ما قدر الله حق قدره؟ احنا دفعنا النبي عليه الصلاه والسلام انه يروح لربنا يشتكينا لربنا يشكو منا احنا لربنا القران بيقول في سوره الفرقان وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا الرسول صلى الله عليه بيقول لربنا ان قومي احنا اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما قالش هجروا القرآن، قال اتخذوه مهجورا، يعني بيتعاملوا معاه بس بطريقه بيهجروا بيها. ممكن يكونوا بيقروه، ممكن يكونوا بيحفظوه ويعملوا له مسابقات لكن هجروه اخلاقا وهجروه تدبرا وهجروه تطبيقا. طيب سؤال بقى النهارده ليه ربنا سبحانه وتعالى ما فسرش القرآن بنفسه ناس كي يقولك من ضمن مشاكل الإسلام هو أن في تفسيرات متعددة تفسير البخاري تفسير ابن كثير وتفسير قرطبي وتفسير مش... سيد قطب وتفسير 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 ليه ربنا ما فسرش القرآن بنفسه يعني هو مش كان ممكن ربنا ينزل التفسير بوحي أيضا يعني تبقى السورة نازلة كده سورة البقرة 286 آية وبعدها على طول معاني الكلمات بوحي من ربنا الكلمه الفلانيه معناها كذا ثم الدروس المستفاده من الصورة بوحي ايضا ثم تدريبات املا في الاماكن الفارغه الكلمات الاتيه تدريبات بوحي كلها السؤال هو مش كان يبقى القران اوضح من كده طبعا كان يبقى اوضح مليون مره طب ايه المشكله المشكله الوحيده ان ده لو كان حصل كنا هنقرا هذا الكتاب مره واحده بس خلاص انا قريته وفهمته وحليت التدريبات اديني حاجه تانيه اقراها بقى اما القران بغموض بعض معانيه بيجعل الانسان يقرا مره بعد مره بعد مره وفي كل مره يجد فيه اشياء جديده وفي كل مره كانه بيغوص في البحر هو نفس البحر ويخرج منه لآلئ جديدة ده جمال القرآن القرآن نزل علشان إحنا نتدبره ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك لم التعليل ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ربنا نزله علشان إحنا نتدبره لو انا بقى هستخدمه استخدامات اخرى واقول له ربنا مش هتدبره انا هركز على الحفظ فقط واحد قريب بيقول لي انا كل همي ان ابني اللي اتولد اتولد له طفل قال لك كل هدفي انه يطلع حفظ القران كل هدفك انه يطلع حفظ القران مش فاهم القران مش متدبر للقران طب ما هو الراجل اللي بيقرع التراب في في المقابر في مصر عشان خاطر ياخد 10 جنيه في الاخر ما هو ده حفظ القران ما هو ده حفظ القران هو ده كل هدفك ابنك يطلع كده امال فين الهدف الاساسي هو تدبر القران احنا خلينا القران مجموعه من النغمات نغمات ويتعمل له مسابقات المزمار الذهبي اجمل صوت اجمل تركب العربيه مع حد يقول لك تسمع الشاطري مش تسمع القران ده هو بقى اسمه الشاطري او الغمدي او عبد الباسط او فتحول الى نغمات اه لا لا اسمع عبد الباسط طب تسمع ايه لعبد الباسط اي حاجه المهم عبد الباسط فاصبح المهم النغمه المهم اني اطرب مش مهم ان انا افهم هذه مشكله كبيره وده بيذكرني بكلمه قالها الشاعر شاعر الاسلام محمد اقبال الشاعر الباكستاني قال القران ليس كاي كتاب فهو كتاب يستطيع ان يغير العالم لانه يستطيع ان يغير الانسان واذا تغير الانسان تغير العالم. لكن الانسان هيتغير ازاي؟ لما يعطي القران فرصه يغيره لكن انا عمال احط حواجز بيني وبين القران وطالب ان القران يغيرني؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الزمر ايه واحده تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل، كلمة تنزيل دي كلمة قوية جداً أنا أشعر أنها ثقيلة بشكل مش معقول. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كل كتاب اتكتب في العالم عشان العالم يقراه إنما القرآن لا، ما اتكتبش في العالم، ده كتاب نزل على العالم. من خارج العالم عشان العالم يقراه هذا كتاب غير طبيعي مصدره مش أرضي مصدره مش أرضي كل ما تقرأ كلمة تنزيل الكتابي أنزلنا الكتابة أنزلناه اعرف انك تتكلم عن حاجة كبيرة قوي وقوية قوي القرآن أيضا مش كلام على ورق مش حبر على ورق القران روح روح ربنا بيقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا في سوره الشورى وكذلك اوحينا اليك يتكلم النبي عليه الصلاه والسلام روحا ايه الفرق بين الانسان الحي والميت الاتنين عندهم جسم بس واحد عنده جسم وروح والتاني عنده جسم فقط اذا اللي يفرق الحي من الميت هو الروح القران روح هذه الروح تدخل في القلب الميت فتحييه اذا احنا النهارده بصدد تعلم تدبر الكتاب الذي يعطي حياه لقلبك تعال بقى كلمني على الاكتئاب بعد كده اذا اعطيت حياه لقلبك تعال كلمني عن الاكتئاب حاول تفتكر يعني ايه اكتئاب حاول تفتكر يعني ايه ملل حاول تفتكر امراض القلوب مش هتجد لن تجد لكن المهم ان انت تتعلم معنى التدبر وده الحقيقه اللي خلاني اقدم على عمل هذه الدوره لان النهارده اصبح التدبر على راي الناس موضه ومجالس التدبر ودروس التدبر والتدبر والتدبر, والتدبر والناس قاعده بتتجمع عشان تتدبر القران والناس مش فاهمه ايه هو التدبر، الناس بتخلط بين التدبر والتفسير. وفاكرين ان التدبر هو التفسير. واحنا بنشجع الناس على التدبر، فاذا كان التدبر هو التفسير يبقى احنا كاننا بنشجع الناس على التفسير وهذه كارثه. لا يجوز للانسان انه يفسر القرآن الا اذا كان يمتلك ادوات التفسير. وادوات التفسير ليست مسأله سهله ابدا. يجب العلم باصول التفسير. يجب العلم بالقران بالقراءات العشره والقراءات الاربعه الشاذه والعلم باللغه العربيه وبالشعر الجاهلي وبعلوم القران من ناسخ ومنسوخ ومكي ومدني و, 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 و واسباب نزول و كل هذا ده ليس سهل، مين ده اللي يفسر انا افسر القران؟ لا استطيع ان افسر القران. طب انا بشجعكم علي على تدبر القران والتدبر ليس هو التفسير. قسما بالله لو كان التدبر هو التفسير كان يبقى لا يجوز التدبر ايه رايكم بقى يا جماعه ارجو ان الناس تركز جدا في هذه الدوره تدبر معناها ايه تدبر في الامر يعني تامل الامر وتفكر في الامر على مهل ونظر في عواقب الامر عاقبه هذا الامر ايه يبقى تدبر القران يعني تامل في القران تفكر فيه على مهل ونظر في عاقبته خلي بالك كلمه العاقبه دي يعني اللي بتيجي وراه كلمه دبر دبر الشيء هو ما ياتي خلف الشيء بعد الشاشه كده ظهر الواحد اسمه دبر تدبر القران هو ما ياتي بعد القراءه والفهم قرات فهمت اه تدبر بقى تدبر شوف ايه انعكاسات اللي انت قريته ده على حياتك شوف الرسائل المرسله الى قلبك اذا التدبر ليس هو التفسير زي ما قلنا واهم حاجه عشان الانسان يفضل على الحق ولا يحيد ويجي يعمل حاجه يعتقد انه بيعمل شيء جيد وفي الاخر خالص يطلع اللي بيعمله دوا مضر نفهم حاجه هنحط اساس التدبر الذي سنتعلمه لن نخرج منه بحلال او حرام ابدا لن نخرج من التدبر بافعل او لا تفعل ابدا خلاص مجرد استكشاف لرسائل القران المرسله الى قلوبنا نخرج من التدبر بايمان اقوى بقرب من الله اكثر هذا القرب من الله وهذا الايمان القوي سيقوينا على السير في هذه الدنيا رغم الصعاب اللي بتواجهنا. هو ده الغرض من التدبر. انه يقوي ايمانك ويقربك من ربنا، مش انه يقول لك ايه حلال وايه حرام ابدا، حلال وحرام ده فقه، والفقه لا يؤخذ من القران وحده. يؤخذ من القران ومن السنه ومن الاجماع وهناك اصول كثيره للفقه استصحاب قياس على مذاهب اخرى وهكذا، اذا الفقه احنا مش اهل ان احنا نخرج فقه ولا اهل اننا نفسر القران، احنا جايين نتعلم ايه هو التدبر وده اللي هنتعلمه مع بعض باذن الله. يبقى انا عايز من حضرتك دلوقتي عشان خاطر تستفيد من الدوره دي تعمل الاتي، واحد تقوم دلوقتي تتوضا وتصلي ركعتين وتطلب من ربنا انه يعلمك اتقوا الله ويعلمكم الله شوف كل واحد فخور بالاساتذه بتوعه ده فخور انه استاذه الشيخ القرضاوي وده استاذه الشيخ بن باز وده استاذه الشيخ الفلاني وده استاذه أما بقى لو اللي علمك لو معلمك هو الله نفسه ربنا بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله اتق الله وقوم وتوضأ وصلي ركعتين واطلب من ربنا انه يعلمك بنفسه اتنين خلي معاك مصحف طول ما انت بتتفرج عليا دلوقتي طول الدورة دي معاك مصحف يا ورقي يا الكتروني ممكن يكون المصحف اللي على الايباد ولا الايفون ولا الاي اي في الدنيا او على الكمبيوتر بس لازم يكون معاك القرآن موجود ورقي او الكتروني والكتروني كويس جدا على فكرة انا بفضله اكتر من الورقي في مسألة التدبر عشان خاطر بيتيح لي البحث بسرعة ثلاثة عايز يكون معاك قلم وكراسه هات كراسه جديده للتدبر فقط ما يكونش في حاجه تانية غير التدبر خلاص قلم وكراسه ليه انا اتعلمت من الشيخ بتاعي الشيخ عبد الستار فتح الله ربنا يا رب يبارك في عمره العلم صيد والكتابه قيد العلم صيد انت بتصطاد حاجه طب انت روح دلوقتي اصطاد حاجه اصطاد ارنب ماشي هتيجي تحطه وتروح تصطاد ارنب تاني الارنب الاولاني هيجري يبقى انت لازم تقيد تربط الارنب الاولاني اللي انت اصطدته يبقى العلم صيد والكتابه قيد يبقى يكون معاك قلم وكراسه دي هتبقى بتاعه التدبر اربعه المشاهده بتاعه الفيديوهات دي والدروس دي يجب تكون بتركيز ما تتفرجليش على الدروس دي وانت في الميكروباص ما تتفرجش على الدروس دي وانت حواليك عيال صغيره وبتلعب واصوات وجنينه حيوانات، لا 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 لا. تكون مركز يكون الجو اللي حواليك بيساعدك على انك بتركز وبتذا انت بتذاكر وهتذاكر اهم حاجه في حياتك، هتذاكر القران، هتذاكر ازاي تفهم القران. نبدا بسم الله، بسم الله، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ونلتقي باذن الله في الدرس الثاني من دروس التدبر والسلام عليكم ورحمه الله